بمناسبة ده الهجرة اللي يحفظ لهم للخارج يا دكتور، الدخل في كله. أجيال كتيرة طالعة دلوقتي من الأطباء هم بيسافروا برا، هم وممتازين يعني، ممتازين كده، والإضافة ليهم إنهم فعلا موهوبين وممتازين. اللي هو جدا المخاوف إن شاء إن الله. إحنا إن الناس دي كلها تبقى برا ومصر ما يبقاش فيها ما فيش الخبرات استنزاف. والمواهب دي. طب ما انا بقول لحضرتك يعني، انا القانون كما وضعنا انذاك كان هيدي فرصه لهم انهم يتكسبوا كويس، او اللي مش هيشترك فيه هيبقى تكسبه صعب. وكنت براهن انه يعني اثرياء البلد اللي هم عندهم اشتراكات في تامين صحي عالمي او دولي او كده، انهم مش هيخشوا، او يعني لازم يدفع الاشتراك، كل الناس تدفع الاشتراك، لكن مش هيبتدي يطلب خدماته فيه الا بعد ما يشوف ان ادائنا مثالي نموذجي. فاول حاجه اللجنه الثالثه دي اللي هي الرقابه، وقلت يتعينوا من فين يعني، كمان خبراء ازاي. وتاني حاجه اللي هي الجهه المسؤوله بالتحصل المال وتصرف، واللي بيقدم الخدمه يعني ملوش علاقه بالحاجتين دول كمان. طيب اللي بيقدم الخدمه، احنا لغتنا في الطب مختلفه، يعني الطبيب اللي في السلوم غير اللي في القاهره غير اللي في اي حته تانية. فعملنا اجتماعات ووقف عليها السيد المشير طنطاوي رحمه الله، ان نعمل حاجه اسمها مشروع التكامل، ان احنا نجيب اللي بيقدموا خدمات طبيه ونبتدي نوحد اللغه ما بيننا كلنا تمهيدا لهذا القانون. فعملنا اول اجتماع بين وزير الصحه، وزير التعليم العالي، يعني قائد القطاع الطبي او الصحي في الجيش وفي الشرطه وفي النقابات اللي عندها، كل دول اجتمعوا في وزاره الصحه، واتفقنا على انه كل اللي هنعمله ان هناخد من جمعياتنا العلميه الموجوده في مصر في كل التخصصات بلا استثناء ما يسمى الخطوط الارشاديه، وتصبح هذه هي قانون ممارسه أيوة. ازاي نقدم الخدمه. ليه بقى المشروع وقف؟ وان يتم، انا هكمل حكي يعني، هو لازم تمهيد الارض سنتين قبل، يعني لازم تمام. اللي بيتمرن يشوف مين الكويس ومين الوحش ده يشتغل ونجربه الاول، على ان لما يبدا المشروع يبدا في فجر يوم معين على الجمهوريه كلها. اوكي. كلها مش جزء وجزء، لان تجربه محافظات قليله الكثافه تجربت زمان في السويس وما نفعتش، في اسكندريه يعني مره واحده. وان كل مصري يحمل الجنسيه المصريه في الداخل او الخارج يولد الان هو له اشتراك في هذا القانون. تأمين الصحة. القانون ده في مواطن هيدفع لنفسه، ومواطن هيتساعد في انه يدفع، ومواطن هيدفع له بالكامل. اللي هيدفع له بالكامل من المواطنين، واللي شويه هيتساعده، لقينا ايامها ان اللي هندفعه هو اقل من اللي الدوله بتدفعه في العلاج على نفقه الدوله. فإذا كمشروع موفر ورائع ده مشروع، وخادم. وانا نفسي يرجعوا يعني يرجعوا للقانون اللي اتعمل واتسلم في ديسمبر القانون 2011. القانون موجود انا عندي طبعا وبتفاصيله. نسخته يعني، يعني لو يعد، لمن يهمه الأمر، لو يعد النظر فيه ويطبق بشكل منتخب بجدية، لان احنا غير كده هنضلنا دايما نشكو، ودايما في سوء اداء خدمه، ودايما في انتقاد للاطباء او ودايما الممرضات او الاطباء هيهاجروا ومفيش، ودايما هيهاجروا ويتفشوا ومفيش يعني الرضا عن اداء المهنه. وانا مؤمن يعني مؤمن بان يعني مؤمن بانه يعني في مثلا اداره اسمها اداره العلاج الحر في وزاره الصحه. بعتقد ان بعضنا فاكر حر يعني يعمل اللي عايزه، يعني العلاج الحر ده يعني ده واحد مستقل، لا، ما حدش في البلاد، ما فيش حد بعيد عن المساءله ولا حد مستقل يعني استقلال ايه كامل. العلاج الحر؟ يعني يعني في قطاع العلاج الحر اللي هو احنا عياداتنا الخاصه ومستشفياتنا الخاصه، ده اسمها علاج قطاع حر. بس لازم يبقى بحس ملزم بقانون تبع بحس الدوله. بشعر يا فندم، بشعر ان البعض واخده انه يعني حر حر حد، افعل ما تشاء بعيدا عن وهي القانون. عندنا قصور في المتابعه والمساءله، لازم اعترف بيه. برضه مش هيحلها دي الا نظام واحد يشملنا جميعا، ونتمنى جميعا ان نخدم فيه وان نراقب وان نفعل الامثل المتفق عليه. هل من ضمنه ان انا عندي عياده كدكتور فيتحدد لي ان انا السعر بتاعي ما يزيدش عن كذا، يبقى في كذا ولا الكشف؟ ده عبد الناصر نفسه فشل في هذا الامر وهو في قوته، وحاول يعمل ان يعني الكشف يبقى الكشف بكذا بكذا، ووحدوه ومحدش سمع الكلام. يعني
اصل الموضوع ما يجيش بانه دي تسعيره. انما بتحط نظام بديل قوي يطمع الجميع انه يدخل يخدم فيه. كله يروح يتعالج فيه. كله يبقى عايز يخدم فيه وكله ساعتها ياكل عيش كويس. كدكتور والله. ايه اللي يخلي دكتور يرفع فاتوره كشفه للالاف؟ يعني منطق تفكيره ايه؟ يعني هو هل هو بيتعامل معامله نجم سينما مثلا، ولا هل هو بيشوف انه لا انا عايز ناس معينين كاتيجري معين؟ هل دي طريقه تفكير؟ ما ساعات يعني اقول ايه، بس ما هو ساعات من الحريه التفكير بانه لما الكشف بيرتفع يبقى الانطباع عند البشر احسن انه اقوى فيروحوا عند الاغلى. يعني حاجات ما اصل يحكمها لا شيء، يحكمها السوق الحر اللي ما حدش يعني. فشلت النقابه برضو على انها تعمل يعني تشبه حدود للاتعاب الاطباء. ما فيش مراقبه صارمه للعلاج الحر. ما هو ولن يكون الا لو في يعني نظام بديل بيشد الانتباه وبيخدم احسن وبيفيد احسن وقوي وبيجيب فايده وبيوفر فلوس. انا بعد السنين دي كلها في الطب وفي المواقع اللي هي فيها شويه كان تحمل مسؤوليه اداريه ولا حاجه، يعني مؤمن بهذه الفكره حقيقة. مؤمن جدا بالتامين الصحي الاجتماعي الشامل. ومش عارف ليه هم شالوا منه كلمه الاجتماعي في يعني الطبعات الجديده للقانون او اللي بتصدر. ف